مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع لقاء جديد هنشوف فيه كل ما هو جديد على أرض مصرنا الحبيبة في مجال الاستثمار في مختلف المناحي المختلفة، وأفضل المجالات الاستثمارية التي يتم الاستثمار فيها على أرض مصرنا الحبيبة. في البداية زي ما متعودين بنقول آخر الأخبار اللي بتحدث في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشارك في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان. المؤتمر كانت بتنظمه فرنسا بالتعاون مع الأمم المتحدة. الهدف منه هو دعم لبنان بخاصة بعد حادث الانفجار الأليم الذي مرت به في منطقة مرفأ في بيروت. مصر طبعا قدمت الكثير والكثير من الدعم من بداية الأزمة اللبنانية وحتى الآن. ابتدى الدعم في شكل جسر جوي تم تنفيذه من مصر تجاه لبنان، وجسر بحري، ومجموعة من الخدمات والمعونات التي تم تقديمها من الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس طبعا بيستمر في اهتمامه بالمنطقة العربية وبوجود مصر كممثل للأخ الأكبر للدول العربية جميعا، والحفاظ على أمنهم وسلامهم والحفاظ على احتياجات الشعوب العربية في الأزمات المختلفة التي يمرون بها. كمان ما ننساش دور التوجه الديني المصري من خلال الأزهر الشريف ومن خلال الكنيسة المصرية، وتقديم الدعم سواء الغذائي أو المعنوي أو الصحي. كمان مصر عملت جسر جوي علاجي، مستشفى القاهرة استقبلت أكتر من 80,000 حالة، وده الدور اللي دايما مصر بتقوم بيه وبيحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو وجود مصر كمظلة للدول العربية بتقدم لهم كل الدعم والمعونة في مختلف الأزمات التي يمرون بها. وده الدور طبعا اللي احنا متعودين منه على ان مصر تقوم بيه، وكمان متعودين منه من الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالمنطقة العربية بشكل عام. الخبر التاني معانا النهاردة وهو ان احنا بنتقدم بخالص الشكر لمعالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. احنا تقدمنا باكتر من طلب عشان مد فترة التصالح في قانون مخالفات البناء، وبالفعل تم قبول طلبات الناس ان يتم مد الفترة لحد 31/12. طبعا ده نتيجة لان في توجهين، اولا الزحام الكبير جدا على الاماكن الادارية اللي بيتم فيها المصالحات وتقديم الطلبات الكتير جدا في الايام الاخيرة، وكان في اعداد كتير جدا لسه ما قدمتش. الحاجة التانية هو القيام من تجاه الجمعيات الاهلية المختلفة بتقديم اكتر من طلب لمد فترة التصالح، والجمعيات دي بتقوم بدور مجتمعي كبير جدا، وهو ان هي بتسدد عن الناس المخالفات الخاصة بيهم لاهالينا في المناطق المحتاجة للمساعدات واللي ما عندهمش قدرة مالية على سداد قيمة المصالحات. طبعا في أهمية كبيرة جدا لقانون التصالح، بيغير وضع الوحدة العقارية، بيخليها حاجة مشروعة ليها أوراق وليها سند من الدولة بيقول إن دي النهاردة سليمة بعد مراجعتها، وبيبقى معاه أوراق بتأمنه وتساعده بعد كده حتى لما يحب يتصرف في الوحدة بتاعته. هنبتدي معانا ومعاكم النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في الاستثمار، وهي الاستثمار الزراعي. طبعا الزراعة أساس الحياة وأساس مصر في الأساس دولة زراعية. هيكون معانا ومعاكم النهاردة المهندس عادل زيدان، خبير التطوير الزراعي ورئيس مجموعة شركات إيفرولاند لإدارة المشروعات. مساء الخير عادل بيه. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك يا إبراهيم. أهلا بحضرتك. طبعا احنا عايزين نتكلم عن الاستثمار الزراعي ونوري الناس مدى مميزاته. انتوا كنتوا مقدمين افكار كتير جدا طبعا للاستثمار الزراعي، ويمكن حاجات جديدة على سوق الاستثمار الزراعي في مصر، منها كان مشروع اسمه فدان العيلة. عايزين نعرف ايه فكرته وايه الاماكن اللي متوفر فيها مشروع فدان العيلة ده. اولا انا طبعا برحب بحضرتك وبرحب بالساده المشاهدين. حقيقه الاستثمار الزراعي اصبح احد الاستثمارات الهامه لكل عيله مصريه في الوقت الحالي.
احنا شغلتنا كمطور زراعي في شركة أفرولاند لإدارة المشروعات ان احنا نبحث عن حلول غير تقليدية للاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية. فالحقيقة يعني بالبحث نتيجة الفترة اللي فاتت حبينا نطلع ونستفيد من ظروف كورونا اللي مرينا بيها ونقدم يعني الاستثمار الزراعي بشكل مختلف ونحاول يعني نحل او يعني نحل المشاكل او نود يعني نجيب حلول للمشاكل اللي بتقابل الناس في الاستثمار الزراعي. تمام. الاستثمار الزراعي دايما يعني يعني عند الناس لو فهمته كويس جدا واشتغلت عليه بشكل محترم الاستثمار الزراعي مصدر محترم جدا 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 للدخل. الاستثمار الزراعي عمود الفقري للاقتصاد المصري. الزراعه هي اللي بتاكلنا والمصدر الرئيسي للحياه في مصر. طيب اماكن المشروع فدان العيله ده موجوده فين اماكنها؟ هو خليني اقول لحضرتك بس الاول ان احنا في فدان العيله زي ما قلت لحضرتك هو احد الحلول الغير تقليديه للاستثمار الزراعي. احنا بنقول فيه ان 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 احنا يعني بنوفر على الناس زي ما بيقولوا لهم الاستثمار الزراعي ده محتاج مال قارون وعمر نوح وصبر ايوب. احنا الحقيقه كان مهمتنا ان احنا نكسر المقوله دي بان احنا نشتغل على منتج يعني الناس ترتبط بيه نفسيا وترتبط بيه أسريا ويكون أحد بدائل الدخل في العيلة المصرية. تمام. فالحقيقة يعني طالما بنتكلم في زراعة دايما لازم نرجع للريف المصري القديم. الريف المصري القديم كان فيه دايما عندنا في البلد بيت العيلة وكان فيه فدان العيلة. كان عندنا كل بيت مصري في الريف القديم كان بيبقى عنده فدان أو اتنين أو ثلاثة أو خمسة أو حتى نص فدان. كان الفدان ده كان بيبقى هو سند العيلة. تمام. الفدان في الريف المصري القديم كان هو دايما سند العيلة المصرية في الريف المصري القديم في الفلاحين يعني. ففدان العيلة ده كان دايما يقول لك البنت عايزة تتجوز يقول لك على القطن، الواد عايز يتجوز على القطن، اللي عايزين مصاريف المدارس على تاريخ المحصول، عايزين نبني البيت على القطن. فكان العيلة كلها مرتبطة نفسيا بالأرض دي أو بالفدان ده وبالزراعة اللي فيه. تمام. معايا حضرتك؟ الحقيقة احنا ما لقيناش أفضل من هذا النموذج إن احنا ناخده ونعمل فكرة فدان العيلة. رجعت استنساخه تاني بفكر جديد بس بشكل متطور جديد. تمام. واخد بال حضرتك؟ ففدان العيلة هو حلم لكل عيلة، بيلم العيلة، نقدر نعمل فيه بيت العيلة ونقدر نعمل فيه شاليه العيلة كمان ونصيف فيه، ونقدر نعمل فيه مشروع العيلة ونقدر نعمل فيه مزرعة العيلة. ففدان العيلة عندنا الحقيقة موجود في كذا مكان. تمام. لكن النهاردة حابين نتكلم على منطقة وادي النطرون. تمام. منطقة وادي النطرون اللي أصبحت هي ملتقى أكبر خمس محافظات في مصر، القاهرة والجيزة، بتبعد عن الجيزة تقريبا 100 كيلو، بقت تبعد عن محافظة المنوفية من خلال مدينة السادات حوالي 40 كيلو. هي بنت أو أحد مدن محافظة البحيرة، هي بينها وبين مدينة محافظة اسكندرية ما يقرب من 100 كيلو، بينها وبين مدينة مطروح محافظة مطروح عن طريق العلمين الجديدة ما يقرب من يعني 70 كيلو. فهي أصبحت هي الظهير الصحراوي الأول للخمس محافظات دول. تمام. وده ناتج عن أن تقريبا يمكن حضرتك عرفت أن لحد الكيلو 68 طريق اسكندرية الصحراوي بقت مدينة سفينكس الجديدة، يعني زايد وسفينكس دخلوا في المنطقة دي، بقى عند حضرتك النهاردة بعديهم ب 10 كيلو بقت مدينة السادات، بعد مدينة السادات ب 10 كيلو بقت مدينة وادي النطرون. فأصبح الصحراوي أو مصر اسكندرية الصحراوي ما بقاش صحراوي زي زمان. بالظبط. فوادي النطرون ما بقتش صحراء. واخد بال حضرتك؟ بقى فيها كبار مستثمرين، فيها الوطنية لجدود الدواجن، فيها
المجازر والدواجن فيها اسمر انتاج حيواني لشركه كريازي بشكل كبير جدا، ففيها مستثمرين كبار وفيها صغار المستثمرين وفيها الفلاحين وشباب الخريجين وصغار المزارعين الحقيقه في المنطقه دي. فدي بقت حاليا اقرب ظهير صحراوي للخمس محافظات دول. تمام. فبالتالي هي الحزام الاخضر لكل المحافظات دي. معايا حضرتك؟ تمام. فاصبحت مدينه وادي النطرون احد اهم المدن او الاماكن او المناطق الاقتصاديه الاستثماريه المهمه جدا جدا جدا، وخصوصا ان بها مدينه صناعيه زراعيه نقدر من خلالها نزرع اللي نصنعه. تمام. معايا حضرتك؟ فمدينه وادي النطرون احنا شايفين ان هي من افضل المدن اللي نقدر او المناطق اللي نقدر ننفذ فيها فكره فدان العيله، اللي هي قريبه من الدلتا كلها زي ما بنقول، من جيزه ومن البحيره ومن القاهره ومن المنوفيه ومن مطروح ومن اسكندريه. وزي كلنا عارفين ان بقى في عندنا تكدس سكاني في الريف النهارده، وخصوصا بعد ما بنينا على معظم اراضي الريف الارض القديمه، ومحتاجين نعوض الفاقد ده من الرقعة الزراعيه. ففكره فدان العيله زي ما قلت لحضرتك هي تطوير لفدان العيله، السند للعيله في الريف المصري القديم. طب سؤال. اتفضل حضرتك. ال يعني احنا مثلا في العقارات مثلا بنبقى عارفين متوسط ارتفاع قيمه الوحده العقاريه في كل سنه بتغلى تقريبا قد ايه. طب الناس اكيد ما تعرفش الاراضي الزراعيه او المشروعات الزراعيه بتزيد قد ايه كل سنه، يعني الارض الزراعيه لوحدها كارض ولو اضاف لها مشروعات زي ما حضرتك بتقول هتبقى عليها قيمه مضافه زياده. تزيد في قد ايه تقريبا في السنه؟ بص حضرتك، هي يعني ملهاش عزبه معينه، لكن اقل التقديرات بتبقى 10% زياده سنويه. مين يفكرنا كده؟ الارض مفيش ارض زراعيه في مصر سعرها اقل. طبعا لا ما ينفعش. كل الاراضي في الزياده. معظم الناس ادركت في العصر الحديث ان الارض الزراعيه اهم كتير جدا جدا من الاستثمارات العقاريه. تمام. الاراضي كلها بتزيد. الارض الزراعيه النهارده الاستثمار الزراعي ما اصبحش استثمار زراعي بننتج منه خضار وفاكهه وبس. استثمار الزراعي النهارده الاراضي بقى فيه استثمار زراعي سكني. النهارده الاراضي اللي في مدينه سفينكس تحولت، كانت اراضي زراعيه تحولت لمجتمع عمراني. تمام. الاراضي اللي كانت موجوده في العالمين الجديده تحولت لمجتمع عمراني. الاراضي الزراعيه اللي كانت في مدينه السادات تحولت لمجتمع عمراني. معايا حضرتك؟ ففكره ان انا اخد الارض الزراعيه علشان بس ازرع وانتج مش كفايه. واخد بالك؟ طيب. لا الموضوع بقى اشمل واعم من كده. طيب. طب يعني اجاوب ولا هقول لك حاجه هكمل يعني اللي حضرتك بتقول. اتفضل حضرتك. طيب انتوا بقى النهارده بحكم خبرتكم دي اكيد هتساعدوا العميل كمطور زراعي ان هو لما يدخل معاكم في مشروعات ان انت تكسبه. تمام. يعني طبعا في ناس كتير خدت اراضي وما عرفتش تزرعها. تمام. او عملت مشروعات ما نجحتش. تمام. حضرتك تقدر تقدم لهم ايه في ده؟ بص حضرتك، احنا مبدئيا الشركه بقى لها 15 سنه في السوق. عندها سلبيات وعندها ايجابيات، احنا اتعلمنا من سلبياتنا وبنحاول نخلي كل ده ايجابي. قعدنا مع العملاء كتير جدا، عندنا ما يقرب من 2000 ل 3000 عميل. استطلعتوا ارائهم؟ فالحقيقه لا، الاستطلاع ما كانش في شكل استطلاع بس، كان في شكل انك بتقعد مع كل عميل وتشوف عندك مخزون من الفكر الاراء والفكر بالظبط. واخد بال حضرتك؟ فلخصنا كل ده في ان احنا ليه ما يعني ما نكونش احنا نقدم الفكره دي بشكل يوفر على الناس زي ما بنقول مال قارون وصبر ايوب وعمر نوح. تمام. فالحقيقه في فدان العيله عندنا احنا عاملين حوافز على الاستثمار فيه. معايا حضرتك؟ تمام. احنا اولا فدان العيله سعره عندنا في وادي النطرون بيبدا من 100,000 جنيه. تمام. طريقه السداد فيه ب 35,000 جنيه مقدم و 15,000 جنيه استلام، تقدر تدفعهم وتستلم من اول يوم، يعني الارض جاهزه اوريدي للاستلام. تمام. لكن احنا بنقول لك حسب امكانياتك، عايز تدفع بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، بعد خمسه، بعد سته، الارض جاهزه، بس احنا هنسلمك. تمام. وقت ما تدفع ال 15,000 جنيه، لكن في استلام فوري، تدفع على طول فوري وتستلم فوري. تمام. طيب بوقت ما حضرتك بنتعاقد معاك على طول بناخد الارض وبتدفع طبعا 1000 جنيه يبدا من بعد اول سنه، يعني بنعدي اول سنه تدي له سنه سماح. سنه سماح، ويبدا يدفع 1000 جنيه على
50 شهر. تمام. احنا في الاخر عايزين نوصله ان حضرتك يا اما تكون استرديت ال 50,000 اللي اتدفعوا او انك تكون خدت الارض بال 50,000 بس. ازاي بقى حضرتك؟ ازاي بالظبط؟ طبعا احنا بنقول له احنا بنأجر منك الارض من اول يوم تعاقد. من اول ما تبيعها له بتأجرها منه؟ بنأجرها منه. بنأجرها منه عشان نزرع بيها منتج في الاساس يفيد الارض اللي بتاعته. تمام. اللي هو منتج زراعه، احنا بنزرع بنجر بالتعاقد في المنيا مع شركه القناه للسكر، مصنع القناه، وان شاء الله في وادي نطرون بالتعاقد مع مصنع النيل اللي هو جنبينا في النبريه، في النبريه الجديد. تمام. مع حضرتك. فالبنجر ده مميز جدا في ان هو بيمتص ملوحه الارض، بيزود الارض ببكتيريا عقديه فجعلها خصبه جدا، وما بيضيف للارض، ما بيهدهاش يعني. تمام. فاحنا بنأجر منه الفدان ب 8,000 جنيه سنويا لمده 3 سنوات، تجدد حسب رغبه الطرفين. تمام. طيب هو النهارده بياخد عقد الارض، وبعدها على طول بأجر منه في حاله ان هو بيرغب ان انا أجر منه. هو ممكن يكون عايز يزرع ارضه فبنسلمها له يزرعها، او نزرعها معاه. تمام. نزرعها، نقدم له احنا دراسات الجدوى، نبدا نزرعها له اي منتج هو عايزه. تمام. لكن احنا بنديله 8,000 جنيه تمام من اول سنه بعد التعاقد مباشره. هو صاحب الرأي اذا كان بنديها له بشيكات كل اول سنه بيصرف شيك. معايا حضرتك؟ يعني النهارده تعاقد 1/1/21، اول شيك بيصرفه 1/1/22. تمام. طيب هو عايز يبقى الدخل ده شهري، بنديله الدخل ده، بنقسم ال 8,000 على 12 شهر، بياخد شهري 650 جنيه شهري. معايا حضرتك؟ لمده 3 سنوات ويجدد. طيب بعد الثلاث سنين، معايا حضرتك، لو هو اجر لنا تاني الارض فاحنا بنكمل معاه ايجار ال 8,000 بنديهم له. معايا حضرتك؟ تمام. طيب هو حب ياخد الارض بقى ويزرعها هو او نزرعها معاه، بنقدم له خبره الشركه في الزراعه، في الزراعه والرعايه والاشراف وتسويق المنتج، بيكون كالاتي. في الوقت ده بنسلمه الارض فيها شبكه ري جيده جدا، المفروض هو كان هيعملها، احنا بنعملها بدل منه. تمام. بنسلمها له بعد 3 سنين، ودي قيمتها في الوقت ده ما تقلش عن 10,000 جنيه. يبقى ده مكسب، ده عائد عيني. كمان بنسلمه خدمه الثلاث سنين دول من كومبوز، اولا طبعا من حاره الارض وتسويتها وفجها وغسلها، تمام، ووضع بتاع ده النترات والمطهرات اللي بتتحط في الارض، والكومبوست اللي هو السماد والاسمده والمغذيات والمطهرات دي. الفدان بيصرف على الاقل 15,000 جنيه تجهيز. الارض تحتفظ من ال 15 على الاقل بتلتها، يعني النبات اللي بيتزرع بياخد تقريبا تلتين، والتلتين بيستنوا في الارض، بيفضلوا في الارض. فلو قلنا كل ده سنويا 15 15 15، التلت بتاعهم بيعدي ال 5,000 جنيه. احنا بنقول تقديريا 11,000 جنيه بنسيبهم لك خدمه في الارض، ارضك جاهزه للانتاج. تمام. بقى السنه الثالثه ما بتحطش، ما بتجهزش زي هنا، بتزرع على طول. تمام. فدول حوالي 11,000 جنيه. تمام. معايا حضرتك؟ يبقى انا بتكلم في عائد مادي 24,000 جنيه. تمام. وعائد عيني في الارض لما حضرتك تحتفظ بيها عباره عن 21,000 جنيه. تمام. معايا حضرتك؟ اللي هم ال 10 الشبكه وال 11 تجهيز الارض والكومبوست. يعني العائد تقريبا حوالي 45,000. ضيف على ذلك بقى ان حضرتك في الوقت ده طبعا بتبقى معاك اول سنه سماح، وبتدفع بعد كده 1,000 جنيه تمام لمده 50 شهر. تمام. معايا حضرتك؟ انت في الوقت ده بتبقى دفعت حوالي 24,000 جنيه اللي هم الاقساط برضو، اللي هو كل سنه 12,000. انت بتاخد مني عائد قبل ما بتدفع الاقساط. معايا حضرتك؟ طيب انتهينا العائد على الاستثمار. الارض دي بقى فيها قيمه مضافه. بطبيعه الارض لو متسابه كده ما فيهاش شغل بتزيد 10% في السنه. تمام. يعني حوالي 5,000 جنيه في السنه. طيب يعني تقريبا الفدان بعد 3 سنين يزيد 15,000 جنيه. معايا سيادتك؟ يعني 100 بقى 115 مثلا. لكن القيمه المضافه بتخليه يزيد اكتر من كده. ده بالاضافه كمان لنقطه، ان هو ما دفعش ثمنها. ده هو لسه عليه اقساط. بالظبط بالظبط. فانت عندك زياده
تمام. لو قلنا على المدفوع اللي هم ال 50,000 زياده 5,000 جنيه على المدفوع 10% في السنه في الثلاث سنين ب 15، يعني بنقول 30% زياده في الثلاث سنين على سعر الارض. لو حب يصفي المشروع في الوقت، دخل معايا مشروع وحب يصفي المشروع ده قوي، الشركه بتشتري منه الارض لان هي كسبان، تاخدها تاني. خدت ايه؟ خدت خدت الشبكه وخدت التجهيز اللي فيه، هو بيسترد اللي هو دفعه واخد اقساط الايراد كامل اللي دفعه، وبياخد حافز على السنه 1000 جنيه بالاضافه ل 24,000 اللي واخدهم، يبقى فيه واخد 27 ياخد 27,000 جنيه على اللي هو دفع. والارض بالنسبه لنا ما مش هتخسر، بالعكس احنا كسبانين ان فيها 11,000 و10,000 ده لو هو بحب، لكن هو كمل ده هيبقى حافز كويس جدا وهتبقى حاجه كويسه جدا، لان الارض اصلا مخزن للقيمه زي الذهب وزي الدولار وزي الوديعه اللي بتحطها في البنك، ولكن بتزيد بشكل وعاد على الاستثمار فيها يبقى جيد جدا. بالاضافه ده بالبنيه الاساسيه او اللي اتعملت والقيمه المضافه اللي اتحطت في الارض، بتزود الارض اكتر من كده، ممكن توصل ل 15 و20%. الاهم من ده كله كمان انك بتستثمر في منطقه اللي هي منطقه قريه الشجاعه، اول 20 كيلو في الطريق العالمين الدولي احنا فيهم، فيها قريه الشجاعه وقريه سند وكذا قريه حوالين مننا، والمنطقه فيها كهرباء معايا حضرتك، وفيها مشروعات كبيره جدا يعني الارض جواها خدماتها زي الوطنيه للدواجن والارض على الاسفلت مباشره، والمنطقه اوريدي فيها قيمه مضافه عاليه، بتزيد بزياده القيمه المضافه ومشروعات القيمه المضافه في المنطقه اللي بتعملها الشركات اللي حوالين مننا واللي احنا بنعملها في مشروعنا كمان معايا حضرتك. تمام. وخصوصا احنا الارض مضروب عليها سور بارتفاع 5 متر، الارض كمشروع بارتفاع 5 متر، فيها عماره 3 ادوار للعماله اللي هتشتغل، فيها مقر لشركه الخدمات الزراعيه اللي بتتعاون معانا اللي هي شركه اعمار الخدمات الزراعيه، دي احدى شركات افرولاند برضو. فانت حضرتك في استثمارك كده انت تقريبا العائد على الاستثمار هنا بيعدي ال 45%، لو حسبنا مدخلاتك في المشروع ايه؟ مدخلات حضرتك 35,000 جنيه مقدم، 15,000 جنيه استلام، اول قسط بعد سنه 1000 جنيه على 50 شهر، يعني احنا بنتكلم في بتقسط الباقي على 5 سنين. تمام. يعني انت بتقسط الباقي على 5 سنين، دفعت المقدم بتاعك في سنه وقسطت الباقي على 5 سنين. تمام. معايا حضرتك؟ طيب مدخلات حضرتك شهري 650 جنيه من اول يوم تعاقد، سنوي 8,000 جنيه ايجار اللي هي القيمه الايجاريه، ده المدخل او العائد المادي. العائد المادي 24,000 جنيه في الثلاث سنين، 8,000 جنيه في السنه، 650 جنيه كل شهر. تمام. العائد العيني اللي هو اساسا قيمه مضافه في الارض اللي هي شبكه ري بتستلمها بعد ثلاث سنين جيده جدا قيمتها 10,000 جنيه تقريبا ممكن تزيد، بتستلم خدمه تمت في الارض زرعنا بيها بقيمه حوالي 11,000 جنيه، يبقى انا لما اجي اتكلم بنقول 21,000 جنيه 10 و11 بالاضافه ل 24 هنتكلم في 45,000 جنيه، بالاضافه للزياده السنويه في قيمه الارض اللي ما بتقلش عن 15,000 جنيه في لو قلنا 10,000 جنيه 5,000 جنيه في ده على المدفوع مش على التوتال، لان انت ما دفعتش ال 100,000 ما دفعتش ال 100 كلها معايا حضرتك، فبتتكلم في حوالي 15,000 جنيه، يعني 15 و40 حوالي 60,000 جنيه، يعني اللي حضرتك دفعته رديته كسبته كانك تاني. بتعمل كاش باك بالظبط معايا حضرتك بالظبط، يعني كان في الاخر الارض دي بتقف عليك بال 1000 جنيه اللي بتدفعه كل شهر بعد اول سنه، فانت في ثلاث سنين مفيش مشروع في مصر النهارده بيسترد قيمته كلها في ثلاث سنين، لو استردها في 5 سنين دي حاجه كويسه جدا بالظبط، فده الحافز اللي احنا بنقدمه. طب ايه فائده الشركه؟ ايه تمام. يعني سؤال بيجي لنا من الناس يقول لك طب انتم عرضكم بتاجروها ليه؟ اقول له احنا محتاجين شريك في الاستثمار معانا، محتاجين ناس، فلوس حضرتك اللي بتخش لنا بناخد بها مشروعات تانية وبنشتغل في الارض نفسها وبنعلي قيمتها. تمام. معايا حضرتك؟ تمام. تمام. لكن انت ارض بتمتلكها فبتدفع ثمنها، واحنا ارض بناجرها منك فبنديك ثمنها. تمام. ثمن الايجار ده، والزراعه اللي احنا بنزرعها بنستفيد منها، فاحنا بنزرع بنستفيد ان احنا بنزرع الارض وبنعلي قيمتها وقيمه المشروع وبناخد الانتاج بتاعها لصالح الشركه. معايا حضرتك؟ وانت بتاخد قيمه ايجاريه والارض بتاعتك الاخر هي بتاعتك فبتزيد قيمتها. إضافة إلى ذلك إحنا بنقدم خدمات الأمن والحراسة، مسؤولية الشركة، الزراعة، الري، الرعاية، الإشراف، حتى تسويق المنتج مسؤولية
الشركة معايا حضرتك. فإذا فداني العيلة ده، كمان فداني العيلة ده عشان في منطقة زي دي تبعد عن مدينة العالمين الجديدة 100 كيلو بالظبط، يعني تقدر تروح الساحل وتيجي وترجع في ساعة إلا ربع. تمام معايا حضرتك. تمام، تقدر تعمل عليها شاليه صغير للعيلة ويتعملوا كأن انك رايح، بدل ما تروح الساحل تاخد شاليه بالشيء الفلاني استراحة او سواء ايجار بقى او تمليك، تقدر تبني شاليه على المكان ده بتشطيبه كله ما يعملش 100,000 جنيه ابو ظريف كده، واخد بال حضرتك، على ارضك. تمام، واحنا مأجرينها منك وبتزرعها، بس دي ارضك. تمام، وتروح الساحل وتيجي تقعد في مكانك، في بيتك، في ارضك، في مشروعك ده. تقدر تعمل بيت لعيلتك، لان الارض قدام مدينه النوبارية الجديده، يعني انت قدام من الارض على طول. فتقدر ده ارض خرج لها قرار جمهوري و30 مدينه 30,000 فدان هتتعمل، الارض في وشها على طول، فانت جنب المدينه، يعني الارض دي بكره تزيد، والمدينه دي هيبقى فيها مدينه سكنيه ومدينه صناعيه. يبقى اذا النهارده انا اقدر ابني بيت، ابني يقعد فيه واضمن له وظيفته في مكانه في الارض وفي المدينه، في المدينه الصناعيه كانت او في المدينه السكنيه. وانت عارف حضرتك اي مجتمع عمراني او صناعي جديد بيعلي المكان اللي حوالين منه، اي ارض قريبه منه سعرها بيزيد. تمام معايا حضرتك. تمام، بيزيد اكتر. دي احد الحوافز اللي بتخلي المكان يزيد، او احد القيم المضافه اللي تخلي المكان يزيد. فبالتالي حضرتك انت تقدر من خلال فدان العيله تعمل بيت العيله، تعمل شاليه للعيله، تعمل مشروع العيله، تعمل عزبه العيله او مزرعه العيله اللي تروح تقضي فيها الويك اند، تروح تيجي. الفلوس بتاعتك اللي انت بتاخدها كل شهر دي، او اللي انت هتاخدها كل سنه دي، نقدر ندورها لك. تمام، في ارضك. الفدان رمزي، بس احنا بنقول فدان، لكن الفدان تقدر تاخد مضاعفاته لحد 100 فدان. تمام معايا حضرتك. تمام، لكن احنا بنقول لك اقل، احنا بنقول صغار المستثمرين. تمام، يبقى انا النهارده وفرت له، وفرت عليه كل حاجه، وفرت عليه مال قارون بيدفعه حاجات قليله. تمام، وفرت عليه عمر نوح زي ما بيقولوا، اللي هو هتقعد تستثمر الارض ما بتجيبش من اول سنه. تمام، تديك عائد من اول يوم. تمام، او من اول شهر. وفرت عليك عمر، يعني زي ما بيقولوا صبر ايوب، قلنا. تمام، انك تصبر لحد الارض ما تجيب، عمر نوح انك. تمام، تقعد بقى الارض عايزه عمر كبير قبل ما تنتج معاك. زي الفل، وفرنا عليك مال قارون في البدايه. تمام، ان احنا ادينا لك ان حاجات بتدفع حاجات صغيره. خليني بقى اعمل مقارنه صغيره كده لو تسمح لي، احنا بس الشباب بيقولوا لي الوقت خلص، دقيقه واحده بس لو استاذن. تمام، حضرتك. تمام، مقارنه بسيطه جدا. لو انا النهارده اقل شقه في مصر هشتريها النهارده بكام؟ ب 300,000 جنيه. صح كده؟ 300,000 جنيه بالنسبه اللي احنا بنقوله ثلاث فدادين. بالظبط. الشقه ام 300,000 جنيه دي هتبقى في مكان اكيد معدوم. تمام. معايا حضرتك؟ اه طبعا. يعني القيمه الايجاريه اللي هياخدها من الشقه ام 300,000 جنيه دي لو حب ياجرها، ما النهارده ولا حاجه هيجرها ب 3,000 جنيه في الشهر. استحاله. مفيش. اقصى حاجه يعني 3,000. اختلف مع سعد. اقصى حاجه. صدقني ما في كده. والله العظيم. مع ان انت اللي بتقوله ده 24,000 في السنه. انا فاهم، انا بكلم حضرتك 3,000 بيقولوا 3,000 جنيه في الشهر، يعني معنى ذلك الناس 1,036 في السنه. لكن انا بقول لحضرتك ان الشقه ام 300 ام 300,000 لا تاجر ب 1000 جنيه في الشهر. 1000 جنيه في الشهر. صح كده؟ بالظبط. الشقه ام 300,000 دي يعني لو 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 هي 300,000 جنيه يدوك يدوك ست فدادين. اتفق مقدم ست فدادين. مقدم ست فدادين. صح؟ طب هنعتبر ان هم 300,000 في ثلاث فدادين. تمام. الثلاث فدادين دول. تمام. 600 في 650 في 3,000 جنيه في الشهر. يعني حضرتك 2000 جنيه في الشهر، يعني ال 35,000 اللي بتدفعهم بيدوك 650 جنيه. معايا حضرتك؟ تمام زي الفل. معايا حضرتك؟ زي الفل. فالقصد او ال 50,000 بتعرف تدوك 650. اذا الاستثمار الزراعي استثمار مهم، وتقدر تحقق منه عائد، وهو مخزن للقيمه وبيزيد. معايا حضرتك؟ فعلشان كده احنا قلنا فكره فدان العيله انها حلم يجمع العيله، ويكون سند للعيله. يبقى طورنا فيه الفكره القديمه بتاعت الريف المصري القديم والفلاحين، زي ما كنت انا واحد من الارياف مصري من البحيره، اتربيت بالطريقه دي، ان احنا كان عندنا الجاموستين والارض ونزرع. طيب احنا هنحتاج نعمل حلقه تانية نتكلم فيها بصور كمان من ارض الواقع. تمام. ونوريها للساده المشاهدين، ونوريهم العوائد الاستثماريه الواقعيه. وطبعا احنا اسفين ان وقتنا خلص بسرعه معاك، كلامك ما بيخلصش، لكن هو الوقت اللي خلص. بنتقدم لك طبعا بخالص الشكر والتقدير على وجودك معانا،
ونتمنى ان انت ما تبخلش علينا بوجودك في زياره تانية تشرفنا فيها في البرنامج. نوري الناس كمان حاجات على ارض الواقع من الطريق، مكانه فين، المشروع فين، وفي ايه على ارض الواقع، بحيث ان احنا نوريهم الرؤيه اللي بتقدمها حضرتك من خلال ان انت خبير في التطوير الزراعي للناس، وتفيدهم بخبرتك ال 15 سنه اللي اشتغلت فيها في هذا المجال. عظيم الشرف. شكرا. شكرا. الف شكر ليك يا عادل بيه. شكرا. ونشوفك ان شاء الله قريبا باذن الله. متشكرين لحضرتك ومتشكرين للساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين، هنا وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم النهارده من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. الى ان نلقاكم الخميس القادم 9:30 مساء، نترككم في رعايه الله.